اشتغلنا مع كل شركاء ديالنا باش نجعلوا المشاركة ديال المغرب كضيف شرف على معرض باريس للكتاب في مستوى الحدث الثقافي الهام. فالرواق المغربي على في مساحة تفوق 450 متر مربع تضم مكتبة كبرى تقدم للزوار حوالي 3000 عنوان 17000 نسخة إلى جانب فضاءين، الفضاء الأول للقاءات حول الأدب والثقافة المغربية، والفضاء الثاني خاص للنقاش ومناقشة قضايا مجتمعية لتتهم المغرب وتتهم تتهمنا جميعا. بطبيعة الحال الطموح ديالنا من خلال هذه المشاركة هي نبرزوا صورة المغرب الثقافي، صورة المغرب المتميز بثقافته ومفاتيح على ثقافة العالم. الطموح ديالنا هو نبينوا للرواد معرض باريس مغرب يتقدم، مغرب يبدع، مغرب يصون الحقوق الثقافية، مغرب متفائل في المستقبل.